اليوم الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين. It's quite fast, so let's break it down. اليوم, today, اليوم الانتخابات, الانتخابات. It's five syllables and it means the elections. اليوم الانتخابات with a liaison. اليوم الانتخابات النيابية, النيابية. It's also five syllables and it means the parliamentary. الانتخابات النيابية. Again, there's a liaison. اليوم الانتخابات النيابية. اليوم الانتخابات النيابية للمغتربين. مغتربين. There is a غين. مغتربين. And it means expats. للمغتربين, for the expats, or to the expats, or of the expats. للمغتربين, اللبنانيين, اللبنانيين, the Lebanese. But in the Lebanese dialect, you can also say اللبنانية. You can drop the in the end and add the ي. اللبنانية, المغتربين, اللبنانية. This is a formal term, so it's better to say المغتربين اللبنانيين, and it rhymes, مغتربين اللبنانيين. So اليوم الانتخابات النيابية, today is the parliamentary elections, للمغتربين اللبنانيين, of the Lebanese expats. اليوم الانتخابات النيابية للمغتربين اللبنانيين. يلا try to say it.